فيديو جديد فيديو جديد. ايش هذا عبد الله؟ حنا ايش حنا؟ استعال وجهك عبد الله يروح بعد يومين زي السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ من زمان عنكم، ورجعنا لكم بحلقة جديدة ومغامرة جديدة. بس قبل ما نبدا حابين نقول لكم كل عام وانتم بخير ومبارك لكم بحلول شهر رمضان. والله يعيننا على صيامه وقيامه. عبد الله اشتركت امور حركات؟ لا الحق نفسك لانه هذا الفيديو بخصوص هذا الشيء. بمناسبة انه بكره رمضان جهزنا كل واحد لستة المقاضي اللي تنحط في سفرة رمضان في اول يوم. انا وعبد الله عندنا نفس اللستة وكل واحد حيروح في طريقه ونشوف مين يجمعها كلها ويجي استوديو اول واحد. انا حفوز عبد العزيز. ايش؟ انت دائما تقول انا افوز، انا ما في احد زيي. في جيب انا مش بشوف يا احمد الحلقه عشان سعيد. مره متحمس. ها عبد الله جاهز؟ انا دائما جاهز. ليتس جو. السلام عليكم. لا بس لسه دفع. الحق يا معلم. زي ما انتم شايفين احنا برا وحر حر مرة. كل واحد مجهز لسة المقاضي ونشوف مين يخلصها اول. يلا 5 4 3 2 1. ما عندي رخصة. ايش؟ ما عندي رخصة. ما عندك رخصة؟ رخصة. يلا خذ لك بسكوليتة ولا امشي ولا اصرف نفسك. صرف نفسك. السلام عليكم. اصبر اصبر خلاص اخذ كريم. نعم؟ كريم. كريم مين؟ الله كريم يا حبيبي. البسكوليتة البسكوليتة. كريم تطبيق في الجوال يمديك تطلب سيارة في المكان اللي انت فيه، فما تحتاج سواق زي انت اللي حتسوق ولا شيء. ما شاء الله. يلا خلي كريمك ينفعك عبال ما يجيك. يلا السلام عليكم. اهو جاء. ايش؟ اوكي. افا ايش العبارة هذه؟ جايبين ريحة موعد ميت. هلا والله. اسمعوا انا تعلمت في هذه الدنيا ما في شيء يوقفنا. يا انت يا انا عبد الله. يلا بسم الله ليتس جو. وهلا والله كابتن، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ زلفي. كابتن زلفي. yeah. احنا الحين عندنا لسته واحنا مسوي تحدي اني بخلص كل هذه الاشياء قبل ما عبد العزيز يجي. ما في مشكله. جاهز؟ انا دائما جاهز. يس ليتس جو. زي ما تشوفوا يا اخوان الان حنبدا بام المقاضي، واول شيء في اللسته هي عجينة السمبوسة. And let's go. ماركت وشكلي حفوز. عبد الله ما جاء. يلا يا غول. ها كابتن، تابع سعودي ريبورتر؟ ايوه دايما. لكن في سؤال. ايش؟ مين خلود؟ اي كابتن، بما اننا متقدمين على عبد العزيز ليه ما نلعب لعبه؟ يلا يلا يس. يلا يا شنب. يلا يا شنب. يلا يا شنب. يلا. يلا يلا عبد الله يلا. ها اسمه واتر نوردر. مو راضي يوقف. وقف.
ريبورت زي ما تشوفوا خلصت تقريبا كل شيء ما عدا الا شيئين، ما بقي الا عصير التوت واللبن. انا دحين مره متحمس خلاص حفوز شكلي. مو وقتك ابدا، مو وقتك. اي امي فينك يا ولدي؟ تاخرت. اي امي انا قاعد اصور حلقه مع عبد العزيز. وين عبد العزيز؟ شكلي هذه المرة أنا حفوز. إيوه عبد الله، مو دائما أنت تفوز يا حبيبي، هذه المرة أنا حفوز. إيه محمد إيش صار؟ سيارة خربان. لا هو مو معي، أنا مع كريم. كريم مين؟ الله كريم. طب اسمعي يا أمي، أرسل لك دحين رابط يوريكي موقعي بالضبط أنا، أوكي؟ خلاص طيب، سلام. هذه ماما ولا سارة؟ تعال تعال فقل دمك بس. خلاص وصلنا، اكيد احنا الفايزين عشان ماني ملاقي عبد العزيز، وحابب اشكر كابتن زلفي. وهذه قيمة الرحلة، شكرا كابتن. عفوا. عبدالله في باقي، خليه رصيد يمكن سارة تحتاجها. اوكي باي باي، ثانك يو. هلا ترى قلت لك نرجع استوديو يعني في نفس اليوم مو بعد شهر. احتاج استحمى. وان شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تعطونا احلى لايك يا احلى ناس. واللي حابب يفوز بهذه البلوزة وبهذه البلوزة، بمناسبة دخلنا رمضان فيلا البلوزتين هذا الشهر ايه، يسوون لنا فولو في سناب شات بين بين ويرسلوا لنا هناك ابغى البلوزة وان شاء الله نختاركم. و سلام.